اعتداءات سعودية إجرامية، هكذا وصفت لجنة اعتصام أبناء المهرة الوقايع الأخيرة التي حدثت في منطقة ثوقيت التابعة لمديرية شحن. وقال بيان اللجنة إن قوات الاحتلال السعودي وميليشياتها اعتدت على المواطنين ما أدى لسقوط مصابين. اللجنة الشعبية اتهمت القوات السعودية بفرض هيمنتها على مناطق المهرة عبر إفراغ المؤسسات الرسمية الشرعية من مهامها وتضييق الخناق على حرية المواطنين ومعيشتهم، يصل إلى حد منع تنقلهم ومرور بضائعهم في المنافذ الحدودية. وقد دعت لجنة الاعتصام قيادة الشرعية بالخروج عن صمتها، كما طالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف جرائم السعودية وانتهاكاتها. وأوضح بيان اللجنة أن القصف الجوي والبري يستدعي تكاتف الجميع لطرد الاحتلال السعودي من كل أراضي المحافظة. كانت طائرات الأباتشي قد حلقت في محيط منطقة فوقيت بالتزامن مع إطلاق القوات السعودية النار على مواطنين رافضين تحرك مدرعات عسكرية باتجاه منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان بهدف اقتحامه وفرض إجراءات تقيد حركة التجارة في المنفذ. السلطة المحلية بالمهرة وقفت إلى جانب القوات السعودية ووصفت المواطنين المعتدى عليهم بالمتمردين. وبحسب مصدر في المحافظة فإن جماعات خارجة على القانون نصبت كميناً لرتل عسكري سعودي في طريق شحن. بالنسبة لأبناء المهرة فإن هذه الاعتداءات السعودية لن تثنيهم عن مواصلة نضالهم ضد التواجد السعودي في أراضيهم، خصوصاً وأن هذا التواجد قد كشف كما يقول بيان لجنة اعتصام المهرة عن نواياه الخبيثة بتقسيم اليمن إلى كيانات صغيرة متصارعة.